ثم هناك طبعا التنظيم الذاتي التلقائي الذي ينتمي إلى الندوات التي تندرج في إطار مبادرة نقابة الصحة العربية لتقييم التجربة. التجربة تتعلق بالتنظيم الذاتي المهني. حدث المجلس الوطني للصحافة كان حدث بارز في تاريخ المشهد الإعلامي الوطني والمشهد السياسي الوطني في البلاد. الآن بعد مرور 3 سنوات مع الظروف الصعبة التي اجتاحت بلادنا على غير الرغبة والعلم، نعتبر أنفسنا في نقابة الصحافة العربية أننا معنيين بتوفير الظروف المناسبة والملائمة لتطوير التجربة وضمان شروط تطوير التجربة. لذلك الآن نحن في مرحلة تقييم أولي، وهو مرحلة غاية الأهمية، لأنه كما تعلمون المجلس الوطني الآن في مرحلة تأسيس، ومرحلة التأسيس والتنزيل تكون بطبيعتها تواجهها صعوبات كبيرة جدا، لأنه نكون بصدد إخراج هذه المؤسسة إلى حيز الوجود وإلى إبراز هذه المؤسسة ودورها في المجتمع. وبالتالي نعتبر أن التجربة 3 سنوات كانت هناك منجزات كبيرة ومكتسبات كثيرة تحققت على مستويات كثيرة، ولكن كانت هناك تجربة أبانت عن بعض النواقص التي يجب تدركها على المستوى التشريعي وعلى المستوى التنظيمي وعلى مستوى الممارسة. ونسعى من خلال حواراتنا المختلفة مع مختلف الفاعلين على أنه لابد أنه هذه العملية التنظيم الذاتي لمسألة الأخلاقيات تكون عبارة عن بنيات داخل مقاولات المؤسسات الصحفية. وكنعرفوا في عدد من البلدان المتقدمة هناك مجالس للصحافة اللي كتكون منتخبة واللي كيكون عندها دور في مراقبة نظام الأخلاقيات والعمل المهني على صعيد هذه المسألة ديال احترام الأخلاقيات. كذلك بالنسبة لنا أيضا المسألة ديال التحسيس بهذا الموضوع، هذا لا يهم فقط المهنيين، هما طبعا الأولوية سواء صحفيين أو مسؤولين، لكن كما كتعرفوا الآن كاين هناك واحد التطور كبير في وسائل التواصل الاجتماعي. المواطنات والمواطنين كيهتموا بالنشر، كيهتموا بالبث، أغلبيتهم الهدف ديالهم نبيل، ولكن كاين هناك ممارسات اللي كتكون عن قصد ولا عن غير قصد. ولذلك مسألة إشاعة هذه التربية على الإعلام في المجتمع مسألة مهمة جدا، وحنا كمجلس وطني للصحافة نشتغل على هذا الهدف، وقريبا غادي يتم التوقيع مع جهات حكومية على هذا الموضوع. ولكن دور ديال الصحفيات والصحفيين دور ديالهم أساسي في المسألة هذه، لأن احنا بالنسبة لنا المسألة ديال حرية التعبير هي مقدسة، ولكن خص المجتمع كله، وكنظن بأنه كيطلبها، يوعى بأنه كاين هناك واحد نظام الأخلاقيات وكاين هناك واحد القيم الأخلاقية. كمهني كاتب أسفار عربان نقابة الوطنية للصحافة المغربية، يندرج هذا اللقاء اليوم وهذه الندوة اللي كنديروها فرع في الإطار دائما الأنشطة الإشعاعية اللي كتبها النقابة وعبر فروعها في الجهات أو على مستوى المركزي. واختيار الموضوع جاء في نقاش مع جميع الزملاء بفرع الرباط الذين اشتغلوا على أن هذا الموضوع ذو رهينية وأهمية كبرى خصوصا في الجسم الصحفي، وعن تناول التجربة اللي كيقودها المجلس الوطني للصحافة المغربية خصوصا في تجربته الأولى. ولهذا استضفنا واحد المجموعة من الضيوف اللي كنتمنوا أن يكونوا هما دائما ضيوف في مستوى وذوي تجربة في المجال، أن يفيدونا ونفتحوا نقاش مع الصحفيين ونعرفوا إلى أي حد هاد أخلاقيات المهنة قد أنها تضبط أو تضبط المهنة أو ينضبط لها المهنيون والصحفيون والمؤسسات المهنية. وكذلك فتح نقاش عام حول الأفاق والتجربة اللي خدها المجلس خلال هذه السنوات اللي هي دائما ما زالت في جنينها أو في بدايتها.